وطنيا وبمناسبة الذكرى 42 لذكرى المسيرة الخضراء، قام السيد عبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتدشين محطة جديدة للأداء بطريق السيارة شرق المحمدية. تفاصيل مع حسن زكي. محطة جديدة للأداء تم إعطاء انطلاقتها اليوم بطريق سيارة الدار البيضاء الرباط على مستوى بدال شرق المحمدية بجهة البر بسعة 6 ممرات، ليحل هذا المشروع المهيكل محل محطة الأداء القديمة والتي كانت لا تشتمل إلا على ممرين فقط وكانت تشهد حالة ازدحام كبيرة. من قبل كان شوية ديرونجمون في الخارجة، كان شوية الحلقة ديال السير، كيكون واحد ازدحام كثير وكيكون حتى واحد لا بروبليم. دابا إن شاء الله دابا حاجة مزيانة الحمد لله، ونتمنوا غيكون ما أحسن. كان زحام بزاف كاع بلا قانون، زحام كان زحام، دابا تنفست شوية مزيان الحمد لله. لا مزيانة الحمد لله. وي بالنسبة للطرق اللي كانت قبل كانوا عندها 2 ممرات وكانوا زحام، كان زحام سكفي. أنا المحمدية ديما تنمشي ليها، دابا هاد لوطوغ الجديدة أول مرة ندوز وتلاقيت معاكم يعني بيان. وتندرج هذه المنشأة الجديدة في إطار تطوير شبكة طرق السيارة، حيث تم إنجازها بتكلفة مالية تقدر ب 27 مليون درهم، ويتوفر 6 ممرات للأداء وممر للدخول بطول 680 متر وكذا ممر للخروج بطول 740 متر. هذه محطة جديدة للأداء في هذا البداد المحمدية اللي كان تيعرف واحد المجموعة ديال الازدحام ديال المرتفقين، الان تقوى ولو فيه 6 ديال محطات ديال الاداء. اللي مزيان في هذا المشروع هو انه انتهى قبل الاجل اللي كانت مقرره لي، وهذا معناه انه عندما تتضافر الجهود الحمد لله تتكون العمل حثيث، تتكون نتائج جيده. هذا المشروع يدخل في المشاريع التي تهدف الى تنميه انسيابيه حركه المرور في كل المدن الكبرى للمغرب، والدار البيضاء والمحمدية من المدن الكبرى، فلهذا تم توسعة البدالات. وبالنسبة للبدال المحمدية شرق فقد قمنا ببناء بدال جديد بدل البدال القديم. المشروع أتى ليعزز ربط طريق السيارة الدار البيضاء الرباط وتوفير سعة وانسيابية لحركة المرور لمرتفقي الطريق السيارة على مستوى شرق المحمدية بجهة الغرب، والتي كانت من قبل تشهد اختناقا مروريا خصوصا في فصل الصيف والعطل.